كيف نشأت العبودية؟ ما أدري شو المقصود بالعبودية، إذا كان عبودية الله تبارك وتعالى، أما عبودية البشر هذا اعتداء البشر بعضهم على بعض، أنهم كانوا يستعبدون بعضهم بعضا. وأما بالنسبة للسبي في الإسلام وكذا، فهذا كما قال أهل العلم من خلق الله تبارك وتعالى الإنس والجن ليعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قالوا من أبى أن يعبد الله باختياره عبد عبيده أو كان عبدا لعبيده رغما عنه. من أبى أن يكون عبدا لله باختياره جعله الله عبدا لعبيده رغما عنه. فهذا بالنسبة للاستعباد، وهو يعني في الجملة خير لهؤلاء، لأن أكثر المستعبدين هؤلاء من طبعا ما يكون إلا في الجهاد، أكثرهم دخلوا في دين الله تبارك وتعالى، وكثير منهم صاروا أئمة من أئمة الإسلام، كابن سيرين والحسن البصري وعطاء بن رباح وعطاء الخرساني وبعد ومكحول الشامي، كثير جدا، وأبي حنيفة والبخاري. هؤلاء كلهم كانوا في الأصل كانوا عبيدا. البخاري ليس عبدا، لكن جده كان من أسرى الحرب ثم صار إمام المسلمين. فالقصد أن هؤلاء الموالي، ونافع مولى بن عمر كثير جدا حقيقة، هؤلاء الموالي الذين يعني نفع الله بهم الإسلام وانتفعهم أيضا.